اتصلت الى مؤاب الشكري. عبد الله الشريف، محمد فتاح يلعب كره بشكل جيد، ترجع براسيه وتعود للاهلي، فرصه رفع الكره بالفعل، ولكن تصدم بمدافع فريق الاولمبي لتصبح جانبيه لصالح فريق الاهلي. فرصه رفع الكره من محمد فتاح، يرفع الكره بالفعل، فرصه للاهلي وتعود براسيه وفرصه وهنا شمس الدين الصامدي لقب شهرة اعتقد يلعب الكرة، فرصة للأولمبي وبراسية وتصل سهلة من أعلى نقطة، محمد نشنوشين التقط الكرة ويستخلصها منصور رزق، لكن كواسي يلتحق بالكرة ويصلح الخطأ وتصبح الكرة بين أقدام لاعبي فريق الأولمبي. مراد زهو الظهير الأيسر يمرر إلى المحمودي المعتصم، المحمودي أمام الشريف ويحاول يمر ويتحصل على جانبية المعتصم المحمودي. لما ذكرنا لاعب منتخبنا الأولمبي كانت له تجربة قصيرة مع النادي الرياضي الصفاقسي المعتصم المحمودي. يمشي الكرة فرصة وإذا بهثة من مدافعي فريق الأهلي، رمية جانبية ولا وجود للتسلل، تصل الكرة سهلة ويلعب الكرة تجاور القائم الايمن لمحمد نشنوش بشكل سريع، طرق شارع فرصه الهدف لصالح فريق الاهلي ولكن تصدم بمنصور رزق وتعود وحارس مرمى فريق الاهلي يرفع الكره، يرفع الكره بالفعل ومحمد منير وفرصه ولكن تعود من هشام الاجنبي، فرصه التسديد من جاك زوا ولكن يفضل التمرير الى نور الدين القليب وتعود الكره الى علي شيوا. علي يلعب الكره باتجاه معصم محمودي براسيه، تمشي كرة لعبد الله الشريف، هجمة للأهلي، هجمة للأهلي، عبد الله الشريف يتقدم ممكن يسدد ويسدد بالفعل وحارس المرمى علي شيوا في المكان المناسب يلتقط الكرة. عكاشة وتعود هجمة لصالح الأولمبي، فرصة للأولمبي، فرصة ممكن يسدد، يسدد بالفعل وتعود تسديدة ولكن عالية بفريق الأولمبي. إذا نور الدين القليبي استقبل الكرة بشكل جيد، فرصة للأهلي، فرصة للأهلي، نور الدين القليبي القديري ممكن عكاشة فرصة رفع كرة، يرفع كرة بالفعل، فرصة لصالح فريق الأهلي تصل إلى الديري وتعلو العارضة. إذا فريق الأهلي في هذه اللحظات يقوم بعملية ضغط والفرصة الثانية على التوالي. المحمودي فرصة للأولمبي وتعلو العارضة، إذا انفراد شبه صريح للمعتصم بالله المحمودي مع محمد نشنوش ولكن يضع الكرة بعيدة فوق المرمى لتصبح ركلة مرمى لصالح فريق الأهلي. إذا تصل بشكل سهل المحمودي، غريبة هذه الكرة. دين وتمريرات الأهلي الآن، ممكن مكاري يلعب كرة غريبة لقديري، كاد في هذه اللحظات أن يفتتح النتيجة بعد تمريرة من مكاري والتسديد وهنا التسديد فرصة. إذا فريق الأهلي في هذه اللحظات كاد أن يفتتح النتيجة، مكاري بعد التسرب من الناحية اليمنى يلعب الكرة وهنا لقديري وهنا الفرصة الضائعة لصالح فريق الأهلي، يلعب الكرة كما جاءت بيمينية تصدم بالقائم الأيسر لعلي شيوة والشريف يعود ويسدد وفي المكان المناسب علي شيوة يلتقط الكرة. فرصة للأولمبي، فرصة ممكن يلعب كرة، يرفع كرة بالفعل ولكن بعيدة كل البعد وتصبح ركلة مرمى لصالح فريق الأهلي. حكم اللقاء لجدار الصد باتخاذ المسافة القانونية لتنفيذ الخطأ، ننتظر التنفيذ. محمد منير يتقدم، المنير محمد او مكاري، المنير يترك الكرة للمنير محمد نشنوش، محمد نشنوش كاد ان يقع في الدقائق الاخيرة والتعادل السلبي بين الاولمبي والاهلي وابعاد الخطر على دفاعات الاولمبي. تعود الكرة الى محمد منير، محمد يتقدم، محمد منير ممكن يرفع الكرة، محمد منير يبحث عن مساندة ويمرر إلى صالح الطاهر، تسرب في الناحية اليسرى صالح الطاهر، تصل الكرة إلى نور الدين القليب، نور الدين يمينه محمد مفتاح وأمامه ولكن تستخلص الكرة من الياس من حسن لأيمن أو مصطفى حسن المنير، يلعب الكرة وتعود. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن حكم النقاط على الفرق على انتهاء الشوط الثاني واللقاء بالتعادل السلبي.